اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال المرحلة الأولى من مشروع أخوات آمنين الذي نظمه مركز الإعلام الثقافي واستهدف 20 متدربة من 20 محافظة يمنية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير. تحت شعار تعزيز السلامة والأمن الرقمي للصحفيات والناشطات اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن أعمال المرحلة الأولى من مشروع سيف سيسترز التي نظمها مركز الإعلام الثقافي CMC واستهدف 20 صحفية. اليوم احنا نختتم مشروع سيف سيسترز في مرحلته الأولى. المشروع كان استهدف 20 متدربة وناشطة بين ناشطة وصحفية من 20 محافظة يمنية. عملنا خلال عام مع المدربة عبير السعدي على تأهيلهم في مجال أمن المعلومات الرقمية والقيادة والإدارة أيضا، واستطاعوا بعد كده تنفيذ مشاريع خاصة بكل المحافظات اليمنية التي يعملنا فيها وفقا لأولويات البيئة التي جئنا منها. مشاريع المشاركات التي نفذناها خلال فترة المشروع وحصدنا جوائز عليها كانت حاضرة في هذا المشروع، تم فيها عرض قصص النجاح التي تحققت على أيدي المشاركات. انطلقنا في مشاريعنا الخاصة، ومشروعي الخاص كان تحت عنوان إعادة الحراك الثقافي والفني بمديرية غيل باوزير، اللي من خلاله حاولنا أن احنا نعيد الحركة الثقافية والفنية ونعيد عهد غيل باوزير الأول، عهد الثقافة وعهد الفن وعهد التاريخ القديم اللي امتازت به غيل باوزير، والمدرسة الوسطى أيضا شاهدة على هذا الشيء. مشروع سيف سيسترز أضاف لحياتي الكثير منها، أنه كنت أمر بأزمة نفسية بعد وفاة أمي الله يرحمها، فتواصلوا معي ودخلت المشروع. بعد دخولي للمشروع تعلمت الكثير، تعلمت كيف أحمي نفسي نفسيا وجسديا وصحيا، وكيف أخرج من الأزمات اللي أنا فيها، وكيف أفكر خارج الصندوق. في هذا المشروع الذي استمر لمدة عام وهدف إلى تطوير قدرات 20 صحفية وناشطة من 20 محافظة، سيسهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع وحماية المرأة اليمنية العاملة في القطاع الإعلامي والحقوقي من التعرض للتهديدات الرقمية. لتلفزيون حضرموت، وضاح الشليلي، عدن.